بندر لحد مع ألفك شو على إيافام أحلى راديو. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا بكم وما كنتوا تسمعوا فينا على يفام أحلى راديو. هذه دار لحد كالعادة، ونسوكم من توا حتى الثمانية متاع صباح. حلقتنا لليوم لحد 27 فيفري، تابعونا فيها على الفريكونس متاعنا، تنجموا زادة تتفرجوا فينا على الباج فيسبوك راديو يفام ولا عشان يوتيوب يفام تيفي، تشوفوا أفكارنا ونصايحنا. دونك كالعادة كل ما يخص الدار، كل ما يخص العائلة، تسمعوا أفكار في الديكوراسيون، نصائح كيفاش نعملوا لاميناجمون تاع الدار. جيب حذينا كالعادة أميمة براوي، أرشيتكت دانتيريور وديزاينر، تعطينا الأفكار اليوم فيما يخص الكوجينة، كيفاش باش نعمل لاميناجمون تاع الكوجينة نتاعي، كيفاش تكون براتيك، كيفاش تكون فونكسيونيل عملية. دونك مش الفايدة تكون كوجينة مزيانة وكها، ولازمها سورتو تكون براتيك للمرأة باش تنجم تتحرك فيها بالدي وتنجم تطيب فيها هكا فطورها وهي عاملة كيف وشيخة وهي في وسط الكوجينة. كيف كيف زاد كالعادة نصايحنا فيما يخص جنينة للناس اللي مغرومين بجنينة ويحبوا يعملوا جارديناج. كل مرة نعطيهم أفكار جدد، نعطيهم نصائح جديدة. دونك يكون بحذنا نزار السياري يعطينا الأفكار فيما يخص الجنينة. جمعة اللي فاتت كنا حكينا على أنواع الحدائق دونك والأنماط اللي نجموا نعملوا بهم لاميناجمون تاع الجنينة متاعنا. دونك حكينا قلنا فما جنينة ميديترانيان، قلنا فما إنجليزية، فما فرنسية. دونك هذه أنواع، بعض من الأنواع من الحدائق، وقلنا قلنا لكم كل جمعة ناخذوا نوع جديد من الحدائق هذية باش نحكيو عليه. الجمعة هذه دونك جوستومون باش نحكيو على الحديقة المتوسطة، باسكو احنا جوستومون في حوض البحر الأبيض المتوسط، دونك اخترنا باش نبداو بالحديقة المتوسطة. يحكي لنا عليها، يحكي لنا شنو لازم نحطو فيها وشنو ما لي كاركتيرستيك، شنو هي الميزة نتاع الحديقة هذية. وكالعادة احنا باسكو بدينا بالكوجينة باش نكملو بالكوجينة اون كيلكو سورت. دونك باش نحكيو نوتريسيون، باش نحكيو على التغذية نتاعنا، سورتو على أهمية لي نوتريمون اللي لازم يكونوا موجودين في الماكلة نتاعنا. دونك وتكون بحثنا نسرين ميتري أخصائية التغذية اللي هي اليوم باش تحكينا على حاجة مهمة برشا. دونك فما ساعات ديكارونس، حاجات نقصين البدن، يعملوا مشاكل والبدن يعطينا هكا دي سينيو نفيقوا بهم اللي هو جوستمو عنا النقص هذية وعنا المشاكل هذية. هي باش تفسر لنا كيفاش نفيق بروحي جوستمو عندي المشاكل هذوما، وسورتو سورتو بيان سور تعطينا الحلول في ما يخص التغذية متاعنا. دونك اليوم نحكيو على نقص المغنيسيوم، ليكارونس اون مغنيسيوم. دونك كيفاش، شنية المشكلة هذه، كيفاش نفيق بروحي جوستمون ناقص مغنيسيوم في بدني، كيفاش دونك لي سامبتوم اللي نفيق بيهم، تعب وفشله وبيان سور وهكا دقات القلب اللي تكون ماهيش منتظمه، برشا حاجات اخرين تزيد تفسرهم لنا هي بالكدا بالكدا، تعطينا لي ديتايل الكل، وسورتو سورتو سورتو تقول لنا شنو لازمنا ناكلو وين نقاو المغنيسيوم بصفه معناها غنيه دونك في التغذيه نتاعنا باش نحسنوا من ماكلتنا ومن ماكله صغيراتنا ومن ماكله فاميليتنا. دونك هذا كل ترقاوه اليوم في دار لحد حتى الثمانيه نتاع الصباح. احنا مكملين معاكم، دونك فاصل صغير وراجعين. انتم تسمعوا في دار لحد مع ألفك شو على إيافام احلى راديو. رجعنا لكم من جديد في دار لحد ونكملوا معاكم حتى الثمانية متاع الصباح. كما قلنا لكم نحكيو دار ونحكيو كوجينة ونحكيو جنينة. دونك باش نبداو اليوم مع سي نزار السياري ويعطينا الأفكار فيما يخص الجنينة كما قلنا المتوسطية. دونك شنية الصفة متاعها، شنية الميزات متاعها، شنو لازم يكون موجود فيها في جنينة لحد. جنينة لحد. تفضل سي نزار، مرحبا بك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. كيف المستمعين؟ دونك اليوم باش نحكيو على الحديقة المتوسطية. المرة اللي فاتت عملنا على الأنواع كيف ما أنت ذكرت، يعني الأنواع والأنماط اللي موجودة. اليوم باش نركزوا الأولانية، أول يعني السيري نتاعنا، باش نحكيو على الحديقة المتوسطية، تصميمها وإنجازها، كيفاش إنجازها. دونك الحديقة المتوسطية كيف ما قلنا المرة اللي فاتت، هي يعني مكان للاسترخاء، يعني كيف ما نقولوا مكثرية في الصيف هكايا مع المناخ السخون نتاع البحر الابيض المتوسط. دونك الناس على توندونس تخرج لبرا للجنينة. دونك هو كيف ما نقولوا يظهر غير مرتب يعني الاسباس بصفة عامة، ولكن
في داخله ثم لوجيك وثم ترتيبات معينة باش نجمه يعني نحترمه النمط هذايا في الجنينة متاعنا. دونك كيف ما قلناها المرة اللي فاتت اللي هو اللي يميزه اللي هو الهاردسكيب يعني التبليط هذاك البيفمنت يعني توسكي بافي كيف كيف كلي با جابوني يبداو موجودين في وسط الجنينة كيف كيف ثم موبيلي اللي يبدا موجود شيز لونغ اتسيتيرا الباراسول هذوما الكل كماليات للجنينة. كيف ما نشوفه توا يعني في الديابو اللي بعد عنا كي تبدأ الدنيا سخونة برشا ريالمون نلوجوا على الاسترخاء نلوجوا على التمتع كيف كيف بجمال الطبيعة وان بلوس كي تبدأ جنينة هكا كبيرة شوية اوتوماتيكمون باش تطيح برشا في التمبيراتور يعني عنا كل 4-5 درجات نجم تلقاهم ديفيرينسا يعني بين كما نقولوا في الشارع والداخل في الجنينة وهي عندها يعني تأثير إيجابي برشا على كسوسوا الفيزيوال يعني اللي نشوفوه وكيف كيف الاسترخاء والحاجة اللي نحسوها كيف ما تراو لهنا يعني هذا مثال متاع حديقة متوسطية كي تشوف تقول ثم ان ديزوردر ولكن لا ثم يعني دراسة على أنه النوع اللي يمشي مع الآخر ثم نوع يطيح الورق نتاعه والنوارة دونك اون لاسوسي مع نوع آخر اللي في الوقت هذاك يطلع النوارة نتاعه دونك ما تظهرش كلها ما تفرقش فرد وقت كيف كيف أتو نشوفهم بعد يعني ثم يعني أنواع معينة أنواع معينة لازم تكون موجودة صحيح وكيف كيف ثم دي يعني كومبوزانت مكونات اللي لازمهم يكونوا باش نجموا نحكيوا على الجنينة المتوسطة هكذا معنى الواحد كيف يشوف يعرف يقول مادام فما الحاجة دي كمان هذا جاردان ميديتيرانيا فوالا دونك وهي محاكاة للطبيعة أكثر حاجة دونك شنو اللي يميز الحديقة المتوسطية اللي يميزها هي أكثرية النباتات يعني النباتات والنوارة متاحة ولكن ثم كيف ما قلنا توسكي الأحجار لتراس كالبرغولا ليزاكسيسوار الأخرين نشوفوا توا مثلا في التصويرة هذية يعني نجم تقول يعني سيان جاردان مينيغال ما ثماشي برشا مي اوتوماتيكمون تحطوا في الريجستر نتاع الحديقه المتوسطه برشا الوان فوالا برشا الوان كيف كيفك اللون الترابي نتاع القاعه هذاك اوتوماتيكمون يعني يلغونفوا للجاردان ميديتيرانيا دونك الديابو اللي بعد لهنا نحكيوا على الحجاره رصف الحجاره والبلاط الحجري والمسارات في الحديقه هذه الكل من خصائص يعني الجنينه المتوسطيه كيف كيف اللي بعد نلقاو مثلا الاواني الفخاريه هذوك اللي يبداو موجودين لي بو نرجيل يعني اللي يبداو موجودين لي بيرغولا لي تيراس الجداريات والفسيفساء كيف كيف يحطوهم في الحديقة وبعد نشوفوا كيف تصور عليهم وكيف كيف الميزات المائية يعني مسطحات مائية كسوسوا مسطحات ولا ينجم يعني جستيون يعني نتاع الماء جست جي خفيف هكايا تسمع صوته ومتراهشي مثلا مش نافورة كبيرة كما فورسيمون مش كيف الأندلسي مثلا ولا في الأندلسي اكزاكتومون دونك نمشيو نشوفوا توا تصور مثلا على لوتيليزاسيون هذه نتاع البيرغولا كيف ما ترى يعني ولهنا ريتش ياك الماء بشويه بشويه يعني نجمعوا بين اللي نشوفوه والشيء اللي نسمعوه دونك هذا الكل يعطينا الكادر المتوسطي متاع الجنينة لهنا عن الأواني الفخارية هذية يعني اللون كيف كيف الترابي ولا ينجم يكون كيف معنا نحن مثلا في سيدي بوسعيد عنا اللون الأبيض والأزرق دونك اللي البحر السماء هذا الكل يرمز للبحر المتوسط لهنا عنا شخصيات الحديقة اللي هي كل سكولتور الظراف اللي تنجم تلقاهم يعني مش باللزمة يعني حاجة إستوريك ولا واحد تنجم وقت يولي أثار لا لا مش أثار يعني ريكونستيتيوشن يعني تنجم تكون حتى ديسكولتور اللي كونتمبورين حاجة كيما هكايا لهنا نحكيو على الميزات المائية يعني البيسين بيان سور إذا كانت نجم ولهنا كيف نشوفه في التصويرة بيسين في تراس
يعني وتحسها روستيك ماهيش هيك مش مودرن كونتمبورين. عندك كيف كيفك الساعة الفسقية الظريفة باش تسمع الماء ولا تنجم تعمل رويسو يعني كاسكاد سيان سيركوي فرمي هذاك يعني ديما يمشي ماهيش الحاجة اللي تستهلك برشا ماء. ولهنا الحديقة المتوسطية بما أنها هي تحاكي الطبيعة دونك والمناخ متاعنا ماشي ويسخن الماء مهم برشا دونك كيف كيف الجستيون متاع الماء في الحدائق المتوسطية عامل مهم برشا. نمشي وتول الديابولين بعد ونقول نحكيو نرجع وتول شنو النباتات اللي نجمو شنو باش نحطو في الجنينة هذه نستعملو لي غراند ليني نجمو نقولو شنو أهم حاجات يكونوا موجودين لي كاركتيريستيك متاع الجنينة دونك المتوسطية تو شنو باش نزرعو فيها اكزاكتومون النباتات فوالا دونك من المتعارف عليه اللي نحنا نستعملو يعني النباتات العشبية ولا الأشجار شجيرات اللي دايمة الخضرة يعني كلي متطيحش الورق نتاعها واللي هي يعني سمة مميزة للحدائق هذه اللي ديما ثم الأوراق وديما يعني وماجوريتي بيان سور نجمو ناخذو شجر اللي طيح الأوراق نتاعو ما يتعوض فيسع في المناخ المتوسطي يعني مثلا إذا كان نشوفو تحدثنا على السوريزيه كل مرة طيح ورقها صحيح ما فيسع تطلع النوارة وهذاك علاش ما يبداش عنا لو فيد سباسيال فوالا. دونك نمشيو للديابولين بعد نلقاو مثلا المعمرة اللي هي الفيفاس اللي هي ديما موجودة يعني مش كل عام نعاود نزرعها. مثلا نجمو نحكيو على الخزامة لافونت الكليل البينيسيتوم المارغوريت جينيريوم جيرانيوم هذوما الكل نباتات اللي تتلائم مع المناخ والتربة المتوسطية واللي ديما خضرة وبالنوارة مع الشمس بيسيو. هنا نباتات العشبية نرجعوا للي قبل سمحني نباتات العشبية كيف ما نحكيه على زعتر ست مريم يعني المريمية هذوما الكل لوريغون البازيليك بلوتو هذوما الكل نلقاهم في الجاردة ميديتيرانيا واللي هما جستما يستعملوهم برشا زيدا في الكوزين ميديتيرانيا فوالا نستعملوهم في الكوجينة شجيرات يعني مثلا الريحان البوغامي فيليه الميتروزيديراس كرة الثلج هذه البولدوناج هذوما الكل من المميزات نتاع الحديقة المتوسطية. ونرجع تاو للأشجار إذا كان الاسباس عنا يسمح ماذا بينا نجمو نلقاو الزيتون نلقاو صنوبر يعني لبان هذاك من المميزات نتاع الجنينة المتوسطية وثم أنواع برشا أخرين كيف ما نشوفوا في الديابو هذه مكثريتهم شجر اللي ما يطيحش الورق نتاعو مي شجر هذا يحب المساحات يعني كي تبدا عندي ان اسباس ريدوي ما نمشيوش في الشجر نمشيو في الشجيرات ونمشيو في لي فيفاس ايتترا كيف كيف بعد عندي مثلا لهنا عملنا ان بتي كروكي على كيفاش نصمو الجاردان ميديتيرانيا اللي كيف ما تراو لهنا اللي هي موجوده ثم كالطبليط هذاك البلاط اللي هو باش يكون افيك اون كولور يعني تير لا ديسبوزيسيون تاعو ماهيش اورتوغونال يعني ماهيش مستويه كارتيزيان اكزاكتومون يا با سيميتري دونك سي ان اسباس بيزاجي ليبر اي ناتوريل يعني نحاولوا نعاودوا الطبيعه في الجنينه نتاعنا وكيف كيف بك لي اكسسوار اللي موجودين لي بو كيف كيف الموبيلي اللي يتحط في الجنينه البيرغولا لي تيراس هذا الكل يدخل في المميزات نتاع الجنينه المتوسطيه. ولهنا حاجه مهمه برشا قلناها المره اللي فاتت اللي في سيدي بوسعيد كانت عنا مازالت هي جنينة اللي تخدمت ريالمان وقتها في الألفين في سنوات الألفين جنينة متوسطية بار اكسلانس مالوروزمان بعد الانتروتيان يعني والمانتنانس في كو بدينا يعني خسرناها شوية
ولهنا يعني نداء للبلدية سيدي بوسعيد اللي هي تابعتها مش تنجم تعطيها كي تعاود تحييها. وراو العباد تحب برشا الخضار وتحب برشا البيزاج وكيف كيف الصغيرات يلزمهم ديز اسباس فيغ. فوالا نفرحوا الناس. مش بشرط الناس الكل جوستومون عندهم الاسباس في ديارهم وعندهم جنينه ينجموا يعملوا لها اميناجمون وباش الصغار يتفرهدوا فيها. دونك اوموان يكون فما ان اسباس فيغ بوبليك للناس الكل. فلا. انا نحب جوست باش نزيد نسالك سؤال بالنسبه للجاردان هذا الميديتيرانيا، اسكو لازم جنينه كبيره بكدي باش يصير فيها اميناجمون هذايا، ولا ينجم يكون على ان اسباس ريدوي هكا ناخذوا نعملوا فيه؟ هو بالنسبه للجاردان ميديتيرانيا يلائم السوبرفيسي الكل. اذا كان عندي سوبرفيسي كبيره اوتوماتيكمون باش نستعمل شجر اكثر باش يكون ثم اكثر ظل. اذا كان مثلا يعني ينجم يكون حتى في تراس راهو كيف مارينا قبل ثم تصويره افيك ديبو اون تير كويت فيهم كلكو بلونتاسيون تزيدها شويه لمسه كاين تاع بيرغولا تزيدها نتاع واحد اي اون بو يعني هكا هو بور كريي ان اسباس معناه اون امبيونس ميديترانيان. حتى كان ما عنديش اسباس كبير برشا حتى كان ولا عندي تيراس ولا حاجه ولا. يعني اون تيراس يعني التيران يبدا مكسر هكايا دون فاسون جينيرال يخدموه بك البيير سيش هذيك يعني ولا ان سوتينمون بالحجر مع البلونتاسيون. مي لهنا نحكيو يعني كيف ما انت بوتيتر قلت اللي مش باللزمه سوبرفيسي كبيرة هلا. والحاجة الأخرى زادة مش من اللزمة اللي ترى يبدأ مستوي لا كي يبدأ يعني فالوني شوية ولا واحد اون سادابت بور ركريي كلي تيراس. احنا اعطينا ليسونسييل وموا العبد كيما قلنا يكري هكا يخلق اسباس مزيان يخلق امبيونس مزيانة سورتو كيما كنا نشوفوا فيه في التصاور تحسوا هكا مشره برشا الجاردان هذايا الميديتيرانيان برشا الوان وكيما قلت انت برشا فريشور بالأشجار اللي فيه دونك يخلي العبد هكا يعمل حتى مود بوزيتيف ويعطي ثقيله يعني غادي كو سوا جنينه ولا تيراس سورتو الصيف على الابواب جوستومون وسخانه هاي جايتنا دونك ما فيها بيس نعملوا اسباس مزيان هكاك نتفرهدوا به سورتو يرتح الاعصاب بالالوان اللي فيه وبالديكوراسيون اللي فيه. يعطيك الصحه نزار سياري ميرسي بوكو. دونك هذا كان لو جاردان ميديتيرانيان كما حكينا عليه. مرجية نختاروا نوع آخر من أنواع الحدائق والأنماط اللي حكينا عليهم المرة اللي فاتت. أحنا مازلنا مكملين معكم حتى الثمانية متاع الصباح في دار لحد. فاصل صغير ونرجع لكم. انتم تسمعوا في دار لحد مع ألفا كشاو على إيفام أحلى غاديو. رجعنا لكم من جديد مكملين معكم حتى الثمانية تاع الصباح في دار لحد. كنا حكينا دونك على جنينة بدينا لكم اليوم جنينة تنقول لكم علاش خليت لكم الكوجينة باش نكملوا بها بقية ليميسيون كل باش نحكيو على الاميناجمون تاع الكوجينة ومن بعد باش نقولوا لكم شنو لازمنا ناكلوا شنو هي تغذيتنا الباهية والمفيدة لصحتنا. دونك نبداو مع أميمة بوراوي. بونجور أميمة. بونجور صافا شنحوير لاباس؟ دونك أميمة باش تحكينا على الكوجينة كيفاش نعمل اميناجمون باش تكون عندي كوجينه عمليه دونك فونكسيونيل واغريابل سورتو باش نقضي فيها وباش نطيب فيها سورتو ماكلتي في زين دارك. زين دارك اي ما يقول لنا نحكي لنا. دونك اليوم باش نحكيو على الفونكسيوناليتي دو لا كويزين. دونك قبل ما نخمو في ستيل نتاع الكويزين لي كولور شوا دو ماتيريو يلزم اول حاجه نخمو في لوبتيميزاسيون دو لسباس في سيركولاسيون كيفاش الكوجينه نتاعنا تكون براتيك باش او موان المراه تبدا طيب مرتاحه وتكون براتيك معناتها الكويزين. الوغ نبداو بالايتاب الاولانيه دونك اللي هي لازم نخمو في سيركولاسيون. سيركولاسيون بالنسبه للكويزين مش كيما اي اسباس اخر. نقولوا سيركولاسيون مش معناها كيفاش تدور في الكوجينه بركه لا كيفاش انت كيف تتحرك باش تغسل الماعون باش تطيب دونك كيفاش الحاجات باش تعمل بهم الكل يكون فما فلويديتي في الاسباس ما تتعطلش. دونك سي تري امبورطون باش نتبعوا لي ريغل. دونك في الكويزين عندنا لو تريونغل داكتيفيتي اللي هو متركز على ثلاثه حاجات. دونك لي تروا بول فيهم الحاجه الاولانيه لا ريفريجيراتور. الحاجه الثانيه اللي هو لو بلون دو ترافاي اي كومبري البلاك.
والحاجه الثالثه دونك اللي هو ليفيه فوالا تريونجل هذا لازمو فوالا كله بحذا بعضه كله بحذا بعضه تك 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 لازم دونك نحكيوا على السيركولاسيون معناتها لازم يكون كل شيء براتيك دونك دو ان يكونوا قراب دو دو معناتها فما راهو نظام معناتها انت كي تدخل كوجينه باش طيب اول حاجه فين تمشي تمشي البلاكار نتاعك ولا تمشي للريفريجيراتور اللي انت مخبيه فيه اللحم ولا الخضره ولا الحاجه باش بدا دونك هو يكون لوني من بعد نتعديو الخضره نتاعنا ولا اللحم باش نهزو نغسلوه دونك يجي من بعد في المرحله الثانيه ليفي نتاعنا ومن بعد الكويسون نتاعنا اللي هي البلاك دونك ديما نتبعوا ريجل دو تريونجل كيف كيف زاده ماذا بينا فما راهو معناتها ان بيريمتر بيان ديتيرميني يعني تقريبا اللي هو ما يعادل 4 با بين هذوما ثلاثة ماذا بين أربع خطوات واحد لازم اللي هما يعادل فوالا ان بيريمتر دونفيرون 2 متر باش انت تكون براتيك كلكو سوا الكوزين كبيره ولا صغيره خاطر كي تبدا كبيره تبدا الكوزينه كبيره هذو ما يلزمهم ما يفوتوش اربع خطوات يعني انت باش تمشي الفريجيدير باش تجبد حاجه باش تمشي تغسلها ما يلزمكش تمشي برشا دونك يلزمهم ما يفوتوش معناتها ان بيريمتر دو 2 متر بعد طوى نحنا ما سايي معناتها حضرنا لو تريونغل داكتيفيتي نتعديو لامبلونطاسيون دو لا كويزين لامبلونطاسيون تفرق دونك فوالا كيما التصويره هذيا سي اون امبلونطاسيون لينيير يعني كلهم بجنب بعضهم لا ريفريجيراتور البلاك نتاعنا الكولون فور ميكرون ثلاثه بحذا بعضهم سينو زيد نلقاو لامبلونطاسيون باراليل اللي هما نلقاو فيهم لي دو بلون دو ترافاي وي مقابلين بعضهم ولامبلونطاسيون باراليل ما ننصحوش بها برشا خاطر n'est pas pratique donc voilà كل مره تقعد تدور وتخلي البلان دو طرافاي وراك نجم تخلي سبيله تقعد تخدم تعاود ترجع دونك n'est pas pratique sinon voilà هذه l'implantation en L en L bon elle est pratique كيف كيف en U زاد دونك هذو ما زاد نجمو نستعملوهم اما ديما يقعد tout dépend mais elle est via ilo central avec un ilo central voilà بالنسبه للilo central برشا عبيد تقول لك اسكو منصوح بها نحطو فما عبيد ما يحبوهش للilo central voilà donc هو tout dépend من الكوزين نتاعنا كان هي تكون لينيير دونك في صوره ما عندنا حاجتين كان الكوزين نتاعنا كبيره دونك نجم اون بو انستالي انيلو سنترال كان هي صغيره اي سورتو تكون معناها جايه بالطول برشا دونك غير ان كولوار راهي باش تزيد تعطل برشا دونك انت ما تحط معناتها ليلو سنترال كيما باغ اكزومبل هنا نجم نحطو ايلو سنترال دونك ديما تفرج فينا دونك تنجمو تشوفو في التصاور لي زيكزومبل دونك ليلو سنترال دونك هذاك ينجم يكون في وسط ليفيي ينجم يكون فيه زيد البلاك بون مش بشرطي فيه الاثنين تنجم تكون حاجه منهم بركه كيما قال دونك هكا تفسر لنا لهنا مش منصوح بيه كان الكوجينه صغيره وسورتو كان الكوجينه ماشيه بالطول دونك يفو ميو نوليو نختارو اميناجمون وحده اخر اي بيه نتعديو من بعد للماتيريو لي ماتيريو دونك مهم برشا قبل الاستيتيك نخمو في دي ماتيريو براتيك كيفاه خاطر الكويزين دونك فيها برشا حركه برشا حركه فيها برشا الفابور دونك تتمسخ برشا دونك الماتيريو اللي باش نحطوه لازم حاجه مهمه برشا نخمو في التنظيف نتاعو دونك لازم تكون ساهل شنو هما عندك لي فاساد دي بلاكار كيما قلت ما بكري مش الفايده في الاستيتيك وفي المنظر برك الفونكسيوناليتي مهمه ياسر ياسر اي دونك عندك لي بلاكار اللي عندنا دونك نخمو حتى هما زاده في لي فاساد نتاعهم كيف كيف لي زيليمون او لي زيليمون با دو بريفيرونس يكون معناتها يكونوا لاكي لي فاساد دونك ما يشدوش برشا زيوت وفيسا فيسا معناها de préférence laqué moche mat laqué brillant dit ma assel fi tandif sinon بالنسبه للبلان دو طرافاي دونك نجمو نستعملو افيما معناها نحطو المغبر غرانيت اللي نحبو نحنا سي بلو براتيك كو نحطو اش بي ال والا نحطو كوارتز عليه على خاطر الرخام دو ان كي انت تحط حاجه سخونه ما تقلقش دو دو حتى كان انت باش تقص كيف كيف نجم تقص ما يقلقش الكوارتز ولا اش بي ال فما معناها بوكو دو ماتيريو استيتيكمون حلوين برشا اما لازمك مثلا كي باش تحط طنجره سخونه ولا كاسرول ولا اي حاجه لازمك تقرا سيبك من الوسط ما تنجمش ساعات تقص مزروب فهمت دونك هذوما لازمنا ديما نخمو فيهم نحنا بيان سور اكزاكتومون علاش احنا قلنا سورتو لازمها تكون كوزين فونكسيونيل وبراتيك جوستومون سينو فما عبيد فما عبيد تلقى عندهم دوبل كوزين العبيد اللي عندهم اسباس دونك واحده
صغيره دونك هذيك الحركه كل يوم باش تخذيو فيها وواحده اخرى كويزين تنجم تكون اوفيرت على الصالون فوالا تنجم تعمل فيها دوك ماتيريال حتى كوميتون معناها الاسباس اللي باش يقعدوا ياكلوا فيه مي هكا اميناجي ولا باش يسخنوا فيه دونك مش فيه برشا حركه كيف كيف زاد فما بوان اخر ركزوا فيه اللي هو الكوان دو با الكوان دو با دونك تقول انت معناتها شنو هي نوعيه الطاوله اللي باش نحطوها لي شيز اسكو سو فورم دان بار افيك دي تابوري او بيان معناتها طاوله او كرسي عاديين دونك في البوان هذيا راهو تو دي بون من الاستعمال شكون العباد اللي يستعملوا فيها مثلا لو نحن بوزيسيون دو لا فامي زيد وي دونك مثلا لو كان نحن عندنا رجال مراه كبيره وراجل كبير ما تنجمش تحط لهم ان بار افيك دي تابوري دونك دو بريفيرونس شكون طاوله عاديه مع كرسي سينون زيد فما حاجه اخرى بالنسبه للكوان دو با دو بريفيرونس كان نحن نجمو نعملو لوتور نتاعو يكون فرد نيفو هو البلان دو طرافاي علاش باش وقت اللي انت تاكل هاك تاكل على روحك وقت اللي تنحي تستغلو يولي هو ان كوان دو با يولي ان بلان دو طرافاي دونك انت تولي تستغلو وقت اللي انت تبدا تحضر وتاكل نقولوا كان عندك بزيد حركه كيف كيف زادة بالنسبة للموبيلي لي شيز ماذا بينا زادة يكونوا كونفورتابل يعني ما تشوفش سور سيت ولا سور ان كاتالوج وتمشي تشري راهو سي تريز امبورطون الكرسي اللي تقعد فيه تاكل فيه يكون مرتاح قبل ما انه يكون مزيان زادة بالنسبة عندك الرونجمون الرونجمون عندك فما برشا حاجات يسهلوا لي اكسسوار كيما بورت بوتي بورت بان بورت ايبيس هذوما الكل يخليو الكوجينه نتاعنا منظمه وقد ما تكون منظمه قد ما تكون فونكسيونيل زادة كيف كيف توا ما عادش نعتمدوا كان على الاكسسوار اللي يتباعوا ستاندار باغ اكزومبل بورتي بيس او ليو نعملوا ان اكسسوار اللي يكون هو موجود في ان موبل تجبدوا وترجعوا توا نجموا باغ اكزومبل نعملوا دي زيتاجير دي نيش هكاك لي زيبيس نتاعنا يوليو بلو اكسيسيبل دونك تجبد تفوح ترجع لي كاسرول كيف كيف يتعلقوا توا لي اكسسوار تنجم انت تتحكم فيهم تنجم زاده كيف كيف ولينا نعملوهم في البارتي اللي فيها الكريدونس يعني بين البلان دو طرافاي والموبل او ولينا غادي كنحطوا الحاجات اللي ديما نستعملوها باش ديما تبدا براتيك فوالا زيد كيف كيف فما بوان اخرى زيد باش نحكيو فيها اللي هو زيد بالنسبه للليفي والميتيجور ادوش دونك ليفي قد ما عندنا اسباس يكون دوبل باك يكون اكبر دونك قد ما خير كيف كيف زيد الميتيجور كيف يكون ادوشيت دونك سي بلو براتيك كيف تغسل الماعون كيف تنظف انت ليفي زيد كيف كيف اسهل بالنسبه كي حكينا زيد قبيله بالنسبه لي كوان دو با كان نجمو نعديو في التصاور فما بوان نحب نحكي عليها بالنسبه العباد اللي ما عندهاش فين تحط الكوان دو با نتاعها سورتو في ديار صغار في لي ابارتمون دونك ما عندهاش اسباس كيف تحط هي الطاوله نتاع باش تفطر عليها تعمل اون كومبرومون في الاسباس فوالا سي هذا سي ان اكزومبل نجم فما دي تابل بون بليونت مش كيفها نحنا نعرفوها دونك تنجم تكون اون تابليت فوالا بليونت تطلع مع فوالا كيما الاكزومبل كيما الاكزومبل هذا تطلع باش تولي عندنا ان كادرومون ماشي ترى طاوله والا تكون بليابل اللوطه فوالا والا سو فورم دو تابليت دونك دوما نجمو هنا الواحد يتحكم في الاسباس نتاعو يتحايل شويه على الاسباس انت فوالا تحل انت معناتها الطاوله نتاعك تفطر على روحك والا تتعشى وبعد ترجع تسكرها بالنسبه للعباد اللي ما عندهمش معناتها سوفيزامون ديسباس باش يحطوا الكوان دو با نتاعهم باش نعاود نرجع لك بربي حاجه بالنسبه للليفي شنو ما لي ماتيريو اللي تنصح بهم في الليفي لي ماتيريو او لي ماتيريو كيلكو سوا اون اينوكس والا اون كوارتز والا ماربري بون الكلهم باهيين دونك يدخلوا برشا في ستيل دو لا كوزين انتي و ستيل الكوجينه اللي اختارتها voilà. معناها انتي و ستيل سينو ما فماش فريمون فرق كبير سينو بعد فما البروميير شوا دوزيام شوا فما الاود جام هذوكم ديما تلقاهم حتى في التنظيف اسهل ما يشدوش الكالكير برشا دونك هكاك ندخلوا في الكو مي سينو الباقي الكل كيف كيف الميتيجور زاد كيف كيف دونك قد ما تكون كاليتي مخير قد ما هو يكون بلو دورابل ما يصددش دونك الماتير نتاعو لي بلو ريزيستونت فهمت فوالا حتى زادة الدوشات تكون بلو براتيك فليكسيبل أكثر سينون بالنسبه زاد الاوت زاد كيف زاد سي تري امبورطون كيف نعرفوا الاوت مش نختاروها راهي مربوطه بالكبر نتاع الكويزين دو 1 دو 2 مربوطه بالكبر دو نتاع البلان دو طرافاي البلاك دونك انت كي تمشي تشري الاوت نتاعك تعطي السيرفاس نتاع الكويزين تعطي قداش عندك بلان دو طرافاي دو بريفيرونس تفوت 10 سنتيمتر ا دروات يا غوش من البلاك نتاعنا دونك هكاك باش تجبد الفابور اكثر وديما فما ساعات انواع نتاع
دي بلاك موجودين من غير كوندوي البرا بال دونك منصوح بهم هذوك اي تنجم ما فيهمش ما فيهم حتى مشكل ليسونسييل البويسونس نتاعها وبارابور زاد السيرفاس نتاع الكويزين هذاك لو بلوز امبورطون فوالا سينون زاد نتعداو بوان اخر مهم برشا اللي هو زاد عندك ليكليراج ليكليراج راهو سي تري امبورطون نركزوا يكون عندنا انيكليراج جينيرال اللي هو باش يضوي على الكوجين الكل وزاد نركزوا على ليكليراج ديريكت كيفاش كنا نجمو نعديو فما دي كويزين في الموبل او دونك عندنا ايكليراج فوالا عندنا ديفيرون تيب ديكليراج هذا سي ان سوبليمون نجمو نزيدو سورتو وقت نخرج نطلعوا الكويزين نتاعنا تكون سور مزور علاش خاطر بلان دو طرافاي باش تقص فيه الخضره نتاعك باش تفوح باش تطيب باش تغسل المعون دونك قد ما انت معناتها البوان لومينو يكون اقرب للبلان دو طرافاي قد ما تكون خير وفوالا عندنا ديفيرون تيب فما الموديل هذا فما دي ليد تكونوا بالطول فما لي نجموا حتى لي مثلا كوجينته قديمه ومش من قبل فيها نجموا يركبوا دي ليد جوستمون ولا أكيد. دي سبوت نجموا فوالا هذا نجموا نحكيوا فيه حتى مره اخرى توا نحن حكينا الحاجه الاولانيه فوالا حكينا على الفونكسيوناليتي الحاجات اللي العبد الكل لازم تاخذها بعين الاعتبار وتعرفها في الكوجينه نتاعها نجمو مراجي نحكيو على حاجتين نجمو نعملو حلقه على العبيد اللي باش يعملوا الكوجينه نتاعهم من الاول دونك كيفاش شنو الماتيريال باش يختاروه لو بواني اسكو انتغري ابارونت شنو هو لي توندونس لو بلان دو طرافاي كيف شنو هو لي توندونس في البلان دو طرافاي لي فاساد وفما حاجه اخرى زاد نجمو نحكيو فيها برشا عبيد تقولك انا شريت كوزين غاليه اما توا سي يا اما قدامت يا اما فما تقولك تشقت الفساد يا اما كانها اون بي في سي تقول لك تهلكت لي الفساد شنو نجم نعمل خاطر نجم تخلي معناها استركتور نتاع الكويزين نتاعك تخليها تبدل كان لي فساد تبدل لي بواني تنجم زاد حاجه اخرى توا ما عادش نمشيو في ستاندار في كل شيء ما عادش عندنا اموبل با اموبل او في ستاندار لي ميزور ستاندار اللي نعرفوها توا ولاو لي موبل او يوصلوا حتى للسقف بخلاف الستاندار يقول لك حتى لا تاي دي زيليمون مثلا كو سوسوا ليليمون با ولا ليليمون او يكون اون كونكوردونس مع مولات الدار اللي باش تقضي جوستمون في الكوجينه هذيك فوالا مش كيما تكون قصيره مش كيما متوسطه مش كيما العبد بون المراه ولا حتى الراجل اللي باش يستعمل الكوجينه هذه معناها العباد اللي باش تستعمل الكوجينه هذه لازم تكون ادابتي ليهم للمورفولوجي نتاعهم للطول معناها ما لازمش يكون justement le plan de travail قصير عليك برشا دونك ترسي تعبس ظهرك يوجعك فوالا ولا بالعكس اي فوالا زاد كيف الرونجمون تنزيدو نحكيو اكثر ولا تو الرونجمون معاش ستاندار دونك الموبل او ولينا نعملوه دوبل وبارفوا يكون فوقه موبل اخر اللي يوصل فوق بلافون دونك هذاك حتى لو كان هو عالي شويه انت تستغلوا في الحاجات اللي ما تجبدهمش ديما فوالا كيف زاد الرونجمون زاد فما عندك لي بلوك تيغوار دونك تري براتيك لي بلوك تيغوار يعاونوا برشا في الرونجمون ويخليو الكوجينه نتاعنا ديما منظمه فوالا يعطيك الصحة دونك هذه كانت الأفكار والنصائح في الأمناجمون دون كوزين فونكسيونيل إي براتيك هذه سورتو النصائح رمضان على بواب وبرشا عباد تبدا تخمم هكا توا باش تعاود تاميناجي جوستومون الكوجينة وتريقل ولا فما شكون ينجم باش يعمل دي شانجمون توا دونك هكا نعطيوها الأفكار ونزيدو نجمو دونك المرة الجاية ناخذو أكثر أون ديتاي كل إليمون في الكوجينة فوالا شنو نجمو نعملو فينا أحنا مازلنا مكملين معاكم حتى للثمانية متاع الصباح فاصل صغير ونرجعوا لكم انتم تسمعوا في دار الأحد مع ألفة كشاو على EFM أحلى راديو رجعنا لكم من جديد ومكملين معكم حتى الثمانية متاع الصباح في دار الأحد حكينا على الكوجينة وحكينا على الفونكسيوناليتي وحكينا على الكوتي براتيك متاع الكوجينة توا باش نحكيو على مكلتنا وعلى تغذيتنا وشنو باش نعملو دونك جوستومون في الكوجينه دونك بعدنا نسرين زميتري اخصائيه التغذيه صباح الخير نسرين سافا لاباس دونك اليوم باش تحكينا على لي كارونس اون مانيزيوم دونك كيفاش نفيق بروحي عندي كارونس اون مانيزيوم شنو نحس في بدني ساعه تو دابور اهم حاجه دونك لي سينيو اللي يعطيهم لنا البدن باش نفيقوا بروحنا عندنا مشكل كيلكو بار اي سورتو بيان سور شنو هما الحلول وشنو هو الماكله اللي لازمنا ناكلوها وين نقاو المانيزيوم باش نحسنوا في التغذيه نتاعنا في باتش كوكينغ باتش كوكينغ اي قولي هلو. قبل كل شيء خلينا نحكي على المانيزيوم خاطر فما عباد راهم ما يعرفوش شنو هو المانيزيوم المانيزيوم مينيرال
اوبليغاتوار في البدن وانديسبونسابل في برشا فونكسيوناليتي في وسط البدن. يعني بلاش مانيزيوم فما برشا حاجات ماهمش مريقلين بركتي. يعني كي نقول انا دو لينيرجي الطاقه نقول راني مانيزيوم، يعني ما فماش مانيزيوم فماش طاقه في البدن. دونك علاش؟ خاطر المانيزيوم يدخل في الفورماسيون تاع لاتي بي هذي لادينوزين تري فوسفات، يعطيني الطاقه باش نجم نبدا بيه النهار نتاعي. دايوغ ملي سيني ملي سامبتوم نتاع الكارونس مانيزيوم انا يقول لك عندي ياسر فاتيك كبيره برشا. المانيزيوم خلينا نعرفوا اللي في العظام متاعنا فيه 60% فيه مانيزيوم و 30% موجود في الميسكول متاعنا. شو الأهمية متاعو؟ علاش في العظام؟ على خاطر يدخل حتى في الفورماسيون متاع العظام متاعنا ومتاع السنين متاعنا. وفي الميسكول معروفة في الميسكول خاطر هو يدخل في الكونتراكسيون دي كونتراكسيون متاع الميسكول، يعني الميسكول كي يتكبس ويترخف توك يزن تكون فما المانيزيوم. ما فماش مانيزيوم فما ليكرامبلي تو بعد تو نحكيو عليه. فوالا تشنجات في العضلات بالضبط كما نشوفوا في التصويرة هذايا، دونك أعراض نقص المغنيسيوم كما قلت لنا، دونك تشنجات في العضلات يوم على الكرامب بالضبط. دونك المغنيسيوم مهم حتى في الريتم كاردياك زاد نتاعنا. المغنيسيوم يدخل في اكثر من 300 رياكسيون انزيماتيك في البدن. شوف الاهميه نتاعو الكارونس نتاعو قداش يتعب العبد نتاعو. ومالوغوزمون فما عباد تقول لك ناقص مغنيسيوم ما يتو ميسالش تو بيريود دو ستريس تو تتعدى وتو نرجع سي با فري. هو عندنا ريزيرف هو يفرغ وانت يزمك تعبيه. بيان سور نجيبوها احنا من الماكله، واذا كان واحد كارونسي يبدا ديجا ديفيسيتير دونك اوبليغاتوار يمشي للطبيب وفما تريتمون وماكله او ميم طون. بي لي سامبتوم نتاع الكارونس اون مانيزيوم شنو يصير الواحد؟ اول حاجه فاتيك كيما قلت لك ملي يقوم صباح نفس لي سامبتوم تاع الكارونس اون فيتامين دي. واحد يحس روحه هكا استينيك على الاخر فاشل برشا ما عندوش قوه، والقوه مش في انه هو بدنه تاع برك لا باغ اكزومبل حتى باش يعصر حاجه ولا باش ينزل تصير له وجيعه هكا في او نيفو دي بوانيي ولا الشوفي نتاعو. زاد كيف كيف العين اللي ترف برشا يقول لك عيني ترف باش نبكي ولا ولا شتمش تصب عيني ترف نعرفها رايك راي كارونس اون مانيزيوم. زيدا كيف كيف زيدا دقات القلب نتاعي لو ريتم يتبدل كيف كيف سي كارونس اون مانيزيوم. معروفه ياسر في الكرامب زيدا يشدوهم بوعويس سيغتو في فارتهم اي سيغتو في الليل يشدك الكرامب في فارات هذاك هو الكونتراكسيون ميسكولير. مش حتى بوعويج بركه تبدا انت قاعد الساق تتهز وتتحط الكونتراكسيون هكا تفجع العبد هيك. زيدا كيف كيف الكارونس والمغنيسيوم. دونك بالحق المغنيسيوم مهم برشا مهم 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 على الاخر. فما زاد كيف كيف الواحد يتبدل ليمور نتاعو يولي ياسر على اعصابه، يقول لك شبيني البيريود هذه ياسر نيرفو شبيني ياسر نتنرفز وليت. يقوي من النيرفوزيتي بيان سور والستريس زاد كيف كيف. علاش؟ قد هو بطبيعته ستريس يزيد يقوي من النقص نتاع الكارونس نتاع المغنيسيوم هذايا. ستريس كي ستريسي شو تصير؟ تصير سيكريسيون نتاع الهرمون الادرينالين اللي هي طبيعتها سيت اون هرمون اكسيتانت. الواحد يولي فيجيلون هايبر فيجيلون. هل هكا الواحد فيق برشا وناشط برشا بستريس يعني يولي سوسينير يزيد هكا كله يطيح من المغنيسيوم خاطر يجبد من ريزيرف نتاعو. فوالا قله النوم زاد كيف كيف. راهو العباد اللي تقول لك راني جاتني بيريود سي فري خاطر ستريسي قله النوم. علاش؟ خاطر فما كارونس ومغنيسيوم واي سورتو سورتو لي ريفي نوكتورن اللي في وسط الليل تقوم برشا مرات تقوم وترجع ترقد وتقوم وترجع. راهي هذيك زاده من علامات الكارونس. اي براتيك ما برشا عباد راهو نقاسيو منها الكارونس ومغنيسيوم والفيتامين دي. هذوما زوز سورتو كي يتلاقاو واحد يحس روحه بالحق موش موجود فارغ فارغ تحس روحك فارغ كاريمون بالضبط. عطينا الحل المهم. فوالا احنا توا الحلول باش ناخذو كيما قال دونك جوستومون كما تبداش كارونس كبيره ياسر ياسر نصلحوها بالتغذيه بركه اوترما وقت اللي الواحد يلزمه قبل الطبيب يعطيها. قبل يوميما نحكي لكم على شنو هي الماكله. علاش صارت لي هالكارونس ومانيزيوم؟ يلزمك تفهم انت ساعه لا كوز باش تجم انت كل شيء بعد يمشي امريكا. ريجيم ريبيتي لي با لو ريجيم اما لاليمونتاسيون ديزيكيليبري اللي الماكله ماهيش منتظمه صحيتك داخله بعضها ماهيش ايكيليبري بالكل. فما برشا عباد راهو نهار كامل ما ياكل حتى شيء وتقول لك راني مع ما ساعه ما ثلاثه راني جات غديت كعبه جاتو باكو جو راني هيك من البارح راني بي وتقول لك شبيني ما ضعفتش. بيان سور ما تضعفش خاطر ديجا تاكل في حاجه ماهيش صحيه بالكل. المغنيسيوم بيان سور ما عندكش ما جبت حتى ابور هم مغنيسيوم اللي هو نوعيه الماكله هذيك التضعيف. راهو المغنيسيوم كيبدا المغنيسيوم تاعك
مريقل دوك يعاون في التضعيف من يزور ماهوش مريقل باش تسمن راهو اوتوماتيكمون ولا بدنك يعمل بلوكاج دونك كيف كيف الماكله اللي فيها ياسر دي زاتيد غراس ساتوري اكل مقلي وباكولي بيسكوي ولي لي زاديتيف بالضبط ولي جاتو لي باتيسري هذوما الماكله اللي تبدا ماهيش صحيه بالكل معاهم زيدا كيف كيف حتى التبا ولا الكول وزوز كيف كيف ينقصوا من لابسوربسيون نتاع المغنيسيوم ليسونسييل كي ناكل ماكله صحيه تقويني من لابسوربسيون نتاع المغنيسيوم اللي هي باش ناكل دي زاسيد غرا ان ساتوري بولي ان ساتوري كيما الحوت كيما لي تو بعدي كتا نحكيوا عليهم كي نبدا ما ناكلش برشا الحاجات الحلوه ياسر كي نركز على الفيتامين بي وفيتامين فيتامين بي وفيتامين بي 6 اللي هما فيتامين بي 6 مثل نلقاه في الثوم فيتامين دي نلقاه في برشا حاجات اخرين نلقاه نعملوا له ايميسيون فيتامين دي فيتامين دي خاطر كيف كيف لي كارونس تاع فيتامين دي يقلقوا برشا برشا اكزاكتومون تاع المغنيسيوم دونك على هذيك يلزمني نعرف السبب اللي هي ديزيكيليبر اليمونتير لو ستريس زاد كيف كيف يخلي المغنيسيوم نتاعك ما تسيلوش ابسوربسيون عاديه في البدن ويزيد ينحيك الريزيرف اللي عندك سورتو كان فما زاد كارونس ان فيتامين دي ما هيك لو بيغ بالحق لو بيغ والله انا نسمع نعرف لي انا نحكي وبرش اللي يسمعوا فيا يقول لي سي فري هذا كله عايشين وراهم رجال ونساء انا في النهار الفميشي عبد ما يبداش عنده المشاكل هذيا بيان سور كيفاش نعرف روحي عندي كارونس او مانيزيوم ابار لي سامبتوم احنا اللي قلنا عليهم راهو زاده بالبيلون زاده يزمك بيلون سانغان تجبد ال فوالا الدم نتاعك ويطلب عليك طبيبك المانيزيوم تشوفه واذا كان بيان سور طايح سولون تيحه هو يعرف شنو اللي باش يعطيك الدوز مش طايح برشا بالماكلة بركة بالماكلة دونك عطينا توا الحل الغذائي شنية التغذية المتكاملة والصحية اللي لازمنا ناكلوها باش نتفاديو هالنقص هذا متاع المغنيسيوم كي نقول المغنيسيوم نقول انا مانيش ستريسي انتي ستريس المغنيسيوم هو نقول لي انا في فورما اللي نقول انا شيخة هكا حتى ليمور نتاعي مريقلة ديما نضحك ديما شيخة نقول البنان اول حاجة البنان الفورما نتاع البنان هو كيما فورمة الفم اللي يضحك معايا على خاطرها فيها très riche en magnésium surtout surtout le banane الشيح يزيد يقوى مثل البنان العادي في 35 ملي جرام على 100 غرام واذا كان يبدا شيح يخلط حتى 300 ويخلط حتى 400 ملي جرام مغنيسيوم اللي هو سي لور سي لابور جورنالي اللي نستحقه نيسيسير معناها يعني انا نجم بالبنان الشيح بركه اعطيت المغنيسيوم البدني البنان الشيح ديما نحل بارونتيس البنان للعباد اللي يحبوا يعملوا ريجيم ويخافوا على رويحهم باش يسمن اكثر شيء فيت بالضبط دونك نولي ناخو انا البنان نتاعي الفري وانا اذا كان ضعيف ناخو البنان الشايح دونك فوالا يسمني خاطر في برشا حاجات في اكثر سكر كونسونتراسيون سكر اللي بلو كالوريك وكي يبدا فري بناخذو للعباد اللي يستحفظوا على بدنهم اوكي نقول الشوكولاتة شوكولا نوار الشوكولا نوار تحكي مش الشوكولا ولي شوكولا نوار هو اللي غيش ان مغنيسيوم المغنيسيوم موجود في الكاكاو. في الكاكاو انا اذا كان الكاكاو نتاعي ماهوش موجود في الشوكولاتة البيضاء ما غير ما ناخذها دونك يفو دو شوكولا نوار باغ كونتر يا الفا 80% الدوزاج فوالا حتى الفوق اللي هو في تونس ما عندناش ما عندناش 72 ميسا تجي ما نقول خير من خير من بلاش فوالا وتوا البوسيبيليتي في كل بلاصه تلقى لي شوكولا نتاع الخارج لي ماركة انواع واشكال تلقى حتى 90% فما حتى 99% من عشك ذقتوها ولا لي امير اما ميسالش انا اليوم بعديك في اخر الحصه تنقول لك الحل نعطيكم دي روسيت افيك لو شوكولا امير والمغنيسيوم تاعك شد بلاستو باه شنو اخر نحكي تويكا على الخضره نلقاوه في كل ما هو دي فوي فيرت يعني في السبناخ موجود موجود زاد كونتيتي باهيه موجود في الكرنب موجود في البروكلو موجود في اللوبيا الخضراء يعني اي وين موجود في اي حاجه لونها خضراء داكوغ نجم زاد كيف كيف نلقاه في لي فروي سيك راني كي نقول فروي سيك في العاده مش مالح مش مالح زيد كي نقول فروي سيك مش بالتونسي فروي سيك يعني الغله نتاعي الشايحه كيما هي المشمش الشايح كيما الزبيب العنب الشايح كيما العوينه الشايحه هذوما هما لي فروي سيك وكي نقول فروي لي اولياجينو لي غرين اولياجينوز اللي هي كيما نقول اللوز والبفريوه والجوزه زيد كيف كيف هذوما فيهم برشا مغنيسيوم سيرتو نوا دو بريزيل ديجا بعث لك انا الفاكتاسيون تعدي هنا هي اسمها نوا دو بريزيل احنا عيطوا لها باللغه العربية الجوز البرازيلي اللي هو مش باه نوا دو بريزيل فيه برشا برشا هواء هذايا هو مش نوا دو ماكاداميا لا هذا نوا دو بريزيل ماكاداميا تمشي بالطول اكثر ولا مدوره مدوره هذايا نوا دو بريزيل فيها برشا مغنيسيوم اللي هو المغنيسيوم نتاعها يجم حتى يسكر لابور جورنالي اللي انا نستحق قداش كونتيتي لا يسمى بش... راهو باغ كونتر لا معناها باش ناخذ لابور جورنالي نتاعي قداش لازم ناخذ ابخي بوانيي نتاعي باش تكون في 100 غرام بوانيي معناها 4 كابيت اكثر لا 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 اكثر
كبيرة الكعبة هكا بيدي أيامكم بيدي أنا وأحنا بيدينا نكون ثلاثة كعبين الحوت 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 الأزرق سيرتو كيما السردينة. أنا علاش تعجبني ديما السردينة؟ خاطر كي تقول السردينة تقول فيتامين دي، تقول كالسيوم، تقول فير ريش برشا، هي كل شيء، تقول مانيزيوم زادا كيف كيف دونك تقول لي فيتامين. وكي نعملوها مقلية يقعدوا لا على قليناها فسدنا الدنيا كلها. سهل برشا السردينة، سهل برشا السردينة، نجم نفورها، نجم نعملها دور مفيسوس نكعبرها ونرميها تبدا مطعمها بنين برشا، نجم نعملها كفتة في الفور، نجم نحطها هي اون بيس صحيحة في الفور، نجم نعملها محشية زادا كيف كيف بالسبناخ اللي هو يعني نملى كل شيء، نجم نعملها غرييز في الالومنيوم باغ كونتخ لي خاطر الالومنيوم يسيب لي زيون الومنيوم في وسط الماكلة. لو فيت الالومنيوم كي تقلبو تلقاها كحال سي بون، حط في بالك الالومنيوم في ماكلتك تمشي تاكلها بيان سور. دونك مش باهي اللي يعملوا الماكله اون بابيات في الالومنيوم، فما لي ساك هكوما دو كويسون تنجم تستعملهم. دونك ما تعملش المقلي لي فروي دو مير لي كروفيت العبيت اللي تاكل لي زويت لي مول والكل هذوما كيف كيف في وسطهم. بالنسبه للبنان كما قلت قبيله قداش بناخذوا من مره وقتها؟ كعبة هي بنان في النهار سي لارجومون سوفيزون، والا في بلاصه البنان تنجم تاخذ دقله ثلاثه كعبات دقله اصباح بريفيرونس ما تحب تضعف اميما. دونك ناخذ البنانه اصباح انرجيتيك ديجا وميم طون فيها المغنيسيوم تفيقك. حاجه اخرى باللي الحاجه الاخرانيه اللي لازمني نقولها لي سبورتيف، شكون يستحق وشكون يضيع ياسر المغنيسيوم؟ هما لي سبورتيف يضيعوا برشا المغنيسيوم. علاش؟ خاطر اللي يعملوا ايفور انتونس، ايفور انتونس تصير كونتراكسيون برشا ميسكولير سيرتو العباد اللي يعملوا الميسكول، يروحوا في حاله يقول لك راني من غدوه ما نجمش نعمل سبور يلحمي مدقدق. هو راهو مش الخاطر بالسبور برك، على خاطر المغنيسيوم نتاعك طاح، ماذا بيك تكمل الاكتيفيتي فيزيك نتاعك، تحس حفنه في رويسك في يدك معاهم بنانا باغ اكزومبل، معاهم اللوز جوزه اي حاجه. الغوسات الاخرانيه للعباد فوالا نكملوا بها هذيا العباد اللي يحبوا ريجيم اديكوا للحكايه هذيا. انا في فطور الصباح نتاعي ناخذ الحليب ولا الياغورت الناتور، نحط معاه الجرانولا اللي هي الشوفان في وسطها، الشوفان في وسطها المغنيسيوم اي سورتو سون نخاله، نخاله الشوفان ولا نخاله القمح في الصحفه نتاعي، نحط مغرفه نتاع نخاله سواء كلك سواء شوفان ولا قمح نحطها معاها. بعد نحط معاها فيغوي سيك سورتو هذيك نوا دو بريزيل ولا جوزه، نحط معاها فيغوي سيك اللي كيما لابريكو نزيد نقص لابريكو في وسطها. هذيا ديجا فطور الصباح نتاعي. في الفطور نعمل سلاتي، نعمل سبناخ سوتي هكا نحطه وناكل كل ما هو قمح، كل ما هو قمح خاطر في وسطو المغنيسيوم. فوالا يعطيك الصحه، ميرسي بوكو نسرين. دونك هذه النصائح للناس اللي عندها نقص في المغنيسيوم، دونك نحاولوا نحسنوا في الماكله نتاعنا، او حتى كان ما عندناش نقص في اي حاجه ماذا بينا ديما ماكله صحيه وبرشا خضره وبرشا غله زيدة، ونحسنوا في العادات نتاعنا سورتو في ماكلتنا. كانت هذه حلقتنا لليوم في دار الحد، ميرسي بوكو اللي كنتوا معنا، ميرسي نزار، ميرسي نسرين، يعطيك صحة أميمة على الأفكار والنصائح، إن شاء الله أفكارنا ونصائحنا يكونوا عجبوكم. ميرسي بوكو نور بولابيار في الإخراج، إيهاب وأوبا في إي إف إم تي في، يعطيكم الصحة. أنا توا ما بقى لي كان خليكم نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، باي باي، تشاو تشاو. دار لحد مع ألفك شو على إي إف إم أحلى راديو.